كون المباراه دي نهائي دوري ابطال تفرق في المواجهه يعني من وجهه نظرك؟ انا ما انت عارف دايما ان ماتشات الاهلي والزمالك ليها طعم مبدئيا خاص جدا، يعني هي عيد بالنسبه لجماهير الكره في مصر، دايما بنستناها حتى لو مباراه ما لهاش لازمه، يعني مش هتحسم بطوله او ما فيهاش منافسه بين الفرقتين، لكن مباراه بيستناها الجماهير. احنا بنتكلم هنا على اهم مباراه في السيزون في اهم مسابقه على مستوى القاره الافريقيه. شايف انه الحساسيه فيها ممكن تبقى زياده شويه، ممكن يبقى فيها توتر زياده شويه؟ يعني ما هو طبعا كل ما اهميه المباراه بتزيد، ممكن لو اللعيبه مش متحكمين في نفسهم او الجهاز الفني ممكن يحصل بعض المشاكل. لكن من الحاجات المهمه جدا في اللقاءات ديت، يعني انا لعبت حوالي ما يقرب من 30 مباراه اهلي وزمالك، الهدوء فيها والثقه بالنفس وعدم الجري ورا الانفعالات او الشد العصبي الزياده او الحاجه اللي تخرجك بره تركيزك في المباراه بتفرق كتير جدا في المباريات دي بصفه عامه في الكوره يعني، بس في المباريات دي كمان اللي هي المصيريه دي لازم يكون اعصابك يعني من فولاذ يعني او حديديه.